في ظل العديد من التحديات التي تحيط بالمجتمع الدولي، افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الصيفية 44 بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية وسفراء ومندوبي الدول وممثلي المجتمع المدني والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، التي أطلعت المجلس على تحديات المرحلة في ظل جائحة كوفيد-19. I am glad to have this opportunity to update the Human Rights Council on our human rights concerns related to COVID-19, which continues to gather pace, including many countries with limited medical, social, and economic capacity to cope with its consequences. 6 months after the first cases were detected, it is clear that this epidemic threatens both peace and development, and that it calls for more civil, political, economic, social, and cultural rights, not less. كعادتها تميزت مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال المجلس بإلقاء كلمة وبيانات حول القضايا المطروحة على طاولة المجلس، مثل قضية استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وقضية فلسطين وأوضاع حقوق الإنسان في الروهينجا وغيرها من القضايا. وأدانت المملكة بأشد العبارات الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا، مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز وترقية آليات حقوق الإنسان لحماية الأقليات الضعيفة. منذ العام 1948 استقبلت بلادي لاجئ الروهينجا ووفرت لهم حقوقهم التي التزمت بها ولا تزال تدعم قضيتهم حتى يومنا هذا. ومؤخرا أعلنت المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار في مؤتمر المانحين الخاص بالروهينجا والذي عقد في نيويورك في سبتمبر العام الماضي. وناشدت المملكة الدول التي توقع على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الالتزام بتلك الصكوك، وتؤكد المملكة جهودها المستمرة لمكافحة جائحة كورونا ليست فقط عبر تبرعها السخي ولكن عبر قنوات التعاون الدولي، مطالبة المجلس باعتماد تدابير وسياسات قوية لتعزيز الصحة ومواجهة الوباء مع احترام حقوق الإنسان. المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بأهمية تعزيز وترقية حقوق الإنسان في ظل تلك التحديات التي تحيط بالعالم أجمع. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.